السلام عليكم، معكم ايوب الكروشيه. نتمنىكم تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله عندي هاد السلسول هذا غادي نخدمه معكم. هاد السلسول كيجي في الهبطات الجلابه، كيجي في الهبطات القفطان، وان شاء الله انا غادي نخدم معكم تخبال الورد. غنخدم معكم هاد السلسول هو الاول، وتشوفوا كيفاش كنخدم انا. هادي الجوزه ديال نص طوق، سواء كانت تخبال الورد ولا كانت شي أجوزة اخرى كنخدم انا. ما كنخدمش هذا بوحدو ونصدق بوحدو. هتبقاو معايا ان شاء الله وشوفوا كيفاش كنخدم هاد نص هاد السلسول، وكنبدا فيه الجوزة. نبدا على بركة الله. بسم الله. عندي الكروشيه رقم 12، والخيط انا كنديرو على 6، وكيبدا كيبقى داكشي اختياري كله، وعلاش اللي بغات دير على حساب الخدمه اللي بغات، بغات الرقيقه، بغات هذا على حساب. بسم الله. كندير هاد البديه هكا، كنعبد الخيط، كندير واحد سلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. كنرجع هنايا البدية، كنسد هاد الحلقة، كندير واحد ثلاث سلاسل، كنحسب هنا واحد جوج ثلاثة، كندير جوج سلاسل، كنقلب الخدمة، كندير واحد العمود هنا، كندير واحد ثلاث سلاسل، واحد جوج ثلاثة، وكنرجع هنا مكنلوش على الكروشي. كنجي لهاد العمود اللي درت هنا مع هاد السلاسل، وكندير غرزة حشو، كنخدم تاني هنايا فين درت داك العمود الاول، كندير هداك توا كنحسبو عمود، العمود التاني، التالت، العمود الرابع، كندير جوج سلاسل، كندور بحال هكا الخدمة، كندير هنا في هاد العمود الاخر ها هو، هنا كندير عمود، كندير ثلاث سلاسل، كنجي هنا فين درت هاد السلسلة جوج سلاسل وهاد العمود، كنجي الوسط ديالهم، كندير غرزة حشو هكا، وهذا عمود، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، كندير جوج سلاسل، كندور الخدمة، كنجي هنا بين هاد العمود الأول والعمود الثاني، كندير هنايا عمود، ثلاث سلاسل، كنجي هنا بين هاد الأعمدة جوج سلاسل وهاد العمود، كندير غرزة حشو، كندير هاد السنينة هادي، عندي العمود الأول، هذا هو العمود الثاني، الثالث، الرابع، كندير جوج سلاسل، كندور الخدمة، كندير هنايا واحد العمود، ثلاث سلاسل، كنجي حد الوسط ديال هاد الأعمدة، كندير هنايا غرزة حشو، العمود الثاني، العمود الثالث،
الرابع جوج سلاسل كندور الخدمة، كندير هنايا عمود، ثلاث سلاسل كنجي هنايا حدا هاد العمود وهاد جوج سلاسل، ها جوج سلاسل وها العمود، كنجي في بيناتهم كندير غرزة حشو، كندير هاد السنينة العمود الثاني الثالث الرابع هنا كندير جوج سلاسل باش كندور، كندير عمود ثلاث سلاسل، كنجي هنايا ما بين دوك جوج سلاسل وهاد العمود كندير غرزة حشو، العمود الأول درتو الثاني الثالث الرابع جوج سلاسل، هو السلسل ديالنا بدا كيبان. هنا كنجي حدا هاد العمود هذا الأولاني هنا كندير عمود ثلاث سلاسل، كنجي هنا حدا هاد العمود كندير غرزة حشو، نزيد ثلاثة الأعمدة وعندي أربعة الأعمدة، كندير جوج سلاسل، كنقلب الخدمة، كندير هنا عمود ما بين هاد العمود الأول وما بين الأعمدة ثلاثة اللي باقي لها هنايا على اليسار، كندير ثلاث سلاسل، كنجي هنايا كندير غرزة حشو، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، جوج سلاسل، ندور الخدمة، ندير عمود، واحد، جوج، ثلاثة، ثلاثة السلاسل، مكنلويش على الكروشي، كنجي هنا حدا هاد العمود ودوك جوج سلاسل، كندير غرزة حشو، هكا كندير نحصل على هاد السنينة هادي، دير العمود الأول، ها العمود الثاني، ثالث الرابع جوج سلاسل، ندور الخدمه، كندير عمود ثلاث سلاسل، هنايا غرزه حشو، هاد السلسول كيجي زوين، كيجي في الهبطه الجلابه الهبطه القطان، أربعة الأعمدة، هو السلسل ديالنا كيفاش جا، تبقاو معايا إن شاء الله، نبدأ معاكم نسالي هاد السلسل هذا، نحصل على داك القياس اللي بغيت في القفطان، ونبدا معكم ان شاء الله هاد الجوزه ديال تخبال الورد، ما غاديش نخدم نص طوق بوحدو، وهاد الهبطه هادي السلسل ما نخدموش بوحدو ان شاء الله، انا غنكمل هاد القياس اللي كان اللي نبغي في القفطان، وغادي ندير نبدا معكم تخبال الورد من هنا، من هاد كنبدا من السلسول، بقاو معايا تشوفوا الطريقه كيفاش كتبدا. انا ساليت هاد السلسول، هو الشكل ديالو
هكا كيجي الشكل ديالو. كناخد القياس اللي على حسب الطول ديال القفطان ولا ديال الجلابه كنشد من عند نص الطوق. دابا كنشوف نص الطوق شحال غندير فيه، الا كانت 40 سنتيم المهم داكشي كيبقى اختياري. كنعبر نص سنتي، داك سنتي اذا كان السطوق هو الاول وهي اللي كنشد هاد الهبطه هادي، يعني كنشد من عند السطوق بحال هكا وكنهبط نهبط الهبطه ديال القفطان او ديال الجلابه بحال هكا، كنشد العبار ديالهم هي اللي كنجي كنبدا كنخدم، اللي كنبدا السطوق ديالي كنبدا نخدم فيه. نبدا على بركة الله. هاد سميتها الأخرى كندير فيها بحال هكا، كندير ثلاثة السلاسل. ها كاينة واحد، كاينة وحدة ثلاثة، كندير هنايا واحد العمود. هادوك ثلاثة السلاسل كيعطيونا عمود، هي جوج كندير هنايا، كنفوت جوج الأعمدة وكندير ثلاثة، كنفوت ثلاثة الأعمدة وكندير في هاد الفراغ هذا ثلاثة الأعمدة. كندير ثلاثة السلاسل، كندور الخدمة، كندير هنايا عمود، وهادوك ثلاثة السلاسل كيعطيوني كيعطيو عمود هي جوج، وكنجي هنايا كنفوت هاد العمود وكندير هنا في هاد الفراغ هذا كندير ثلاثة السلاسل. دابا هادي هي فين كندير بديت البوزة ديال تخبر الورد، اتبعوا معايا تشوفوا كيفاش كت. دابا هادي هي البداية، بديت السلسول وشديت في هاديك الأعمدة الأخرين فين شديت درت فيهم، بديت فيهم البوزة. ندير ثلاثة السلاسل، ندور الخدمة، ندير هنايا جوج الأعمدة السلاسل ثلاثة كيعطيوني عمود، ها العمود الثاني كنجي هنا كنفوت عمود وكنجي هنايا ده هذاك العمود اللي باقي هنا كندير ثلاثة الأعمدة، العمود الأول العمود الثاني العمود الثالث، كنجي هنايا لهاد الفراغ ها هو فين كيبان كندير فيه ثلاثة الأعمدة. كنجي هنايا بين هاد جوج الأعمدة اللي في الطرف وهاد ثلاثة الأعمدة كنجي بيناتهم كندير ثلاثة الأعمدة. هنايا في هاد جوج الأعمدة اللي كاينين في الطرف كندير فيهم جوج الأعمدة. ثلاث سلاسل كندور الخدمة، ندير هنايا عمود ثلاث سلاسل كيعطيونا عمود، كنجي لهاد الفراغ هذا ها هو فين كيبان
ده هادوك جوج الأعمدة كندير هنا ثلاثة، اللي كيوليو عندنا هادو ثلاثة ثلاثة الأعمدة، الواحد ها جوج ها ثلاثة، كيوليو عندنا ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، وثلاثة تسعود، كيوليو عندنا هادو تسعود، كنديرو هنايا 11 سلسلة، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 11، نلوع الكروشي وكنجي هنا حدا هاد الجوج، هادو هاد الجوج اللي هنايا في الطرف، كندير ثلاثة الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، هاد الجوج اللي عندنا هنايا كندير فوق منهم جوج ديال الأعمدة، علاش كندير فوق منهم جوج ديال الأعمدة؟ دابا حنا دابا كنوسع في الكوزة، دابا بلي نبدا نسد في هاد الكوزة ميبقاوش عندنا هاد الجوج هنايا، كنولي كنخدم هنا في الوسط هنا، هتبعو معايا غتشوفو كيفاش الطريقة، وراه طريقة سهلة، ثلاثة الأعمدة ثلاثة السلاسل، كندور الخدمة، هاد الفراغ هذا اللي عندي هنايا كندير فيه ثلاثة السلاسل، ها هو هاد الفراغ، ثلاثة الأعمدة عفوا، كندير هنا ستة ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي لهنا للوسط بحال هكا، نلاقي هادو بحال هكا، هاد ثلاثة الأعمدة وهاد ثلاثة الأعمدة كندير لهم بحال هكا باش كنشد ديك سميتها في الوسط، هاد غرزة حشو اللي كندير كتجي في الوسط بحال هكا، كندير ستة السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي لهاد الفراغ هذا بين ثلاثة الأعمدة وجوج جوج الأعمدة، كنجي الوسط ديالهم بحال هكا هما فين كيبانو، كندير ثلاثة الأعمدة، هما ثلاثة الأعمدة، هاد الجوج اللي عندي هنايا هما كندير فيهم جوج الأعمدة، العمود الأول الثاني، ثلاث سلاسل، ندور الخدمة، كندير هنايا في هاد الأعمدة هادو هادوك الجوج اللي درت، كندير العمود الأول، وهاد السلسلة اللي كاينة في الطرف كتعطيني عمود، هي جوج جوج الأعمدة هنايا، كنجي هنا هاد دوك الأعمدة اللي درت في السطر اللي كنت جاية فيه، هاهم كندير هنايا ثلاثة الأعمدة، ثلاثة الأعمدة، كندير ستة السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي هنايا حدا هاد غرزة حشو، كندير حداها غرزة حشو تانية بحال هكا، نخدم هكا بحال هكا، نرجعها هك باش ما تهربش ليا في هاد السلسلة، ترجع هنايا باش تجي حدا هادي غرزة حشو، وهاد غرزة حشو الأولى كندير فوق منها غرزة حشو التانية، وكندير حداها غرزة حشو تالتة، هاهما ولاو عندي ثلاثة هنايا، ثلاثة ديال الغرز حشو، ستة السلاسل، ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي هنايا ما بين هاد جوج الأعمدة اللي في الطرف وهاد ثلاثة اللي هنايا، راه ما كتبانش ولكن هي أنا نعطي الحساب ديالها، هنايا كاينين ثلاثة الأعمدة وهنا في الطرف عندي جوج، كنجي هنا بيناتهم كنلوع الكروشي هكا وندير هنايا ثلاثة الأعمدة،
ثلاثة، كندير هنايا في الطرف جوج ديال الأعمدة، جوج ثلاث سلاسل، كندور الخدمة جوج الأعمدة، درت جوج الأعمدة وهادو غندير ثلاثة، هما ثلاثة الأعمدة، ثلاثة الأعمدة حدا جوج الأعمدة اللي كيكونوا عندي في الطرف، ستة سلاسل، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، وكنجي تاني حدا هاد غراز حشو، كندير بحال هكا بحال هكا، كنرد الكروشيه هكا ماشي، كنرد هكا باش ما تهربش ليا هاد الغرزة حشو اللي بغيت ندير، تمشي ليا مع السلسلات هكا، كنخدمها بحال هكا، كنخدمها هكا بس تجمع مع هادو، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. دابا فاش كنكون غادية كنفتح بالجوزة هاد الغرز حشو كيتمو غاديين، كنزيد هكا، كنزيد وحدة من هنا وحدة من هنا، وحتى بلي كنبدا نسد في الكوزه كنبدا نقص وحده من هنا وحده من هنايا، ثلاث سلاسل، أربعة، خمسة، ستة، كنجي هنايا حدا هاد ثلاثة الأعمدة وجوج الأعمدة اللي كاينين هنايا في الطرف هما، كندير بيناتهم ثلاثة ديال الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، ثالث، هنايا جوج الأعمدة في الطرف هما، العمود الأول، العمود الثاني، ثلاث سلاسل، عندي غير جوج الأعمدة هنايا في الطرف وثلاثة هنا حدا هاد جوج الأعمدة، العمود الأول، العمود الثاني، العمود الثالث، ستة ديال السلاسل، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، كنمشي في هاد الغراز حشو كنعمرهم كاملين وحده فوق وحده، ستة، سبعة، عندي دابا سبعة ديال الغراز حشو، هاد سلاسل، ربعة، خمسة، ستة، نجي هنايا ندير ثلاثة ديال الأعمدة، اتبعوا معايا الطريقة راه سهلة، ثلاث سلاسل، كندور الخدمة، ثلاثة ديال الأعمدة،
ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا هو السطر الأخير ديال سميتو. غنبدا تاني نسد في الجوزة، انا جربت هاد التخبال الورد، جربت هذه كد سميتها كنخدمها بوحدها، هاد السلسل كنخدمه بوحدو ونخدم هاد نستوق بوحدو، جربته وجاني هاد الطريقه اللي غاديه بها دابا، جاتني احسن. ان شاء الله راه نخدم حتى الكمايم هاد التخبال الورد، نخدم الكمايم ان شاء الله توب. بقاو معايا تتشوفوا الطريقه ديال هاد سميتو كامل ان شاء الله. غندير فيها الجزء الاول والثاني، كلها غنديرها ما كيخلفنيش الوقت. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، نجي هنايا كندير ثلاثة ديال الأعمدة، هنا جوج، ثلاث سلاسل، ندور الخدمة. دابا راه مبقيتش غاد ندير هنايا ثلاثة الأعمدة هنا، فاش كنت نوسع في الجوزة، كنوسع في الجوزة كنت كندير هنايا جوج ديال الأعمدة، وحدهم كنت ندير ثلاثة. ها هو هنا درت هاد العمود في بلاصة ديك ثلاثة، درت هنا جوج الأعمدة، ودابا ما غاش ندير ثلاثة. صافي الجوزة بغيت نبدا نسد فيها بلي كيوليو هاد الجوج هنايا، صافي يعني الجوزة خاصها تسد. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، دابا غادي نبدا نقص فهاد الغراز حشو. كانوا عندي تسعود هنايا، ملي كيوليو عندي تسعود ديال الغراز حشو يعني الكوزة خاصها تسد. هنا فين خاصنا نشرح لكم مزيان. دابا ملي كيوليو عندي ديال تسعود هنا ديال الغراز حشو، يعني غاد الكوزه كتعطينا بلي راه الكوزه صافي غتسد. هذا هو القياس ديالها اللي غنديرو فيها. وهنا ما بقيتش غندير دوك ثلاثه الاعمده اللي كنت ندير هنايا، ها هو فين دايره هذا العمود، ما بقيتش كندير دوك الاعمده هنايا ثلاثه، غندير غير جوج. يعني بلي كنديرو جوج هنا راه يعني الكوزه صافي راه غنبداو نقصو في هاد سميتو هاد الغراز حشو، كيكونوا عندي تسعود هنايا كنبدا نقص فيهم، كيبقاو ليا سبعة. من يكون الشرح باين، دابا درت ستة ديال السلاسل، كنجي هنايا لهاد الأعمدة، ها عفوا هاد غرز حشو ها هي الاولى، ما كنديرش فيها كنفوتها، كندير حداها في الثانيه نقص وحده هكا، كندير غرزه حشو كنقص وحده من هنا وحده من هنا، حتى كيبقاو غير سبعه. دابا هاد السطر هذا اللي غاديه فيه غادي يبقاو سبعه، ويا هكا كتبقى غير وحده، اللي كتبقى وحده يعني خصني نبدا الجوزه الاخرى. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي هنايا كما قلت في الجهة الأخرى
ما درتش ثلاثة الأعمدة، كندير غير كندير جوج ديال الأعمدة، العمود الأول العمود الثاني، ثلاث سلاسل. ندور الخدمة، كنجي هنايا في هذا العمود هذا حدا هاد السلاسل، ها هما نلوع الكروشيه هكا حدا هاد السلاسل، ها هما كندير هنايا عمود، وهاد العمود هذا اللي كاين هنايا ها هو في الكيبان هذا، كندير خد منه ثلاثة ديال الأعمدة. دابا راه كان الجوزب اللي كتسد، يعني خصني الزيادة تكون في الوسط هنا، يتبعوا معايا وتشوفوا كيفاش الزيادة كيفاش كتسد الجوزة. العمود الثاني، العمود الثالث، كندير ستة ديال السلاسل، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، كنجي لهاد الغرز حشو ها هي الأولى كنفوتها، ها الثانية هي هادي تيا، نقصت هادي وحده من هنا وحده من هنا، هادي هي ما غندير فيهاش، غنفوتها جوج، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته، كنجي هنايا لهاد العمود الاول، هنايا كاينين جوج الاعمده، كنجي لهاد العمود هنا كندير فوق منه ثلاثه ديال الاعمده، العمود الاول العمود الثاني ثالث، هما ثلاثة الأعمدة هنا وثلاثة الأعمدة هنايا، تخبر الوردة كيتلوى، هاهما باقي ليا هنا جوج ديال الأعمدة، العمود الأول العمود الثاني، انا خصني ندير غير عمود، انا غلطت، خصني ندير غير عمود، اللي كيكونوا عندي هنا جوج الاعمده السطر الثاني كندير فيه عمود، واحد جوج ثلاثة، هذا السطر هذا هو اللي خصني ندير فيه جوج الاعمده، هذه السلسله هذه كنحسبها عمود، ها العمود الثاني كنجي هنايا، هادو عندي ثلاثه الاعمده هنايا، كنجي لهاد العمود هذا الثالث كندير فوق منه ثلاثة ديال الأعمدة، هما ثلاثة ديال الأعمدة، دير ستة ديال السلاسل، جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنا ما كنفوت هاد الغرزة حشو الأولى، ثانية كندير فيها غرزة حشو، سديو السلاسل، واحد جوج كنجي لهاد الأعمدة اللي دايره هنا ثلاثة، كندير فوق منها فوق من هاد العمود الأول كندير فيه ثلاثة ديال الأعمدة، هاهما ثلاثة ديال الأعمدة، وهنا عندي خصني ندير جوج، سطر كندير فيه جوج والسطر الآخر كندير فيه واحد. دابا هاد السطر هذا خصني ندير فيه جوج ديال الأعمدة في الطرف، ها هما ثلاثة ديال السلاسل، ندور الخدمة كما قلت، هاد السطر هذا الأولاني هذا درت فيه جوج ديال الأعمدة، هنايا كندير غير عمود، هاد السلسلة هادي كنحسبها عمود، وكنجي هنا لهاد الفراغ هذا هو فين كيبان،
ندير فيه 3 ديال الأعمدة. دابا هنايا بدا كي الكوزه كتسد، وهاد الزياده عندنا هنايا في الوسط، هنايا 3 ديال العمودات عفوا، وهنا فوق هاد العمود الثالث كندير فيه 3 ديال الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، 6 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5 6. كنجيبين هادو هما اللي بقاو عندنا، هذا هو السطر الاخر، كندير هنايا، تبقى عندي وحده هنايا صافي، 1 2 3 4 5 6. كنجي لهاد العمود الاولاني، يعني هذا ثلاثه الاعمده اللي دايره هنا، كنجي لهاد العمود الاول كندير فيه 3 ديال الاعمده، العمود الاول، العمود الثاني، العمود الثالث، وهذا الفراغ هذا كندير فيه 3 ديال الاعمده، 1 2 3. هنا كندير هنا جوج الاعمده، كندير هنايا غير عمود، 3 ديال السلاسل، كنقلب الخدمه، كندير هنايا جوج الاعمده، السطر كيكونوا فيه جوج الاعمده، والسطر كيكون فيه عمود، دابا ملي درت جوج الاعمده هنايا كنجي هنا لهاد الفراغ هذا كندير فيه 3 ديال الاعمده، العمود الاول، الثاني، الثالث، 3. كنجي هنا لهاد العمود الثالث كندير فيه 3 ديال الاعمده، هما 3 ديال الاعمده اللي كيوليو عندنا عاوتاني، هادو هنايا جوج، وهنايا هنا بقى عندنا غير واحد، هاد غرزة حشو ديال الاخرى كتبقى عندنا وحده هنايا، كندير هنا 11 ديال السلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، اللي كيولي عندنا 11 كنجي هنايا لهاد العمود هذا، كندير 3 ديال الاعمده فوق من هاد العمود هذا الثالث، هنايا كندير 3 ديال الاعمده في هذا الفراغ هذا، هنايا جوج ديال الاعمده، 3 ديال السلاسل، كندور الخدمه، هاد السلسله كنحسبها عمود، وكندير هاد الفراغ هذا كندير فيه 3 ديال الاعمده،
هاد الفراغ هذا في 3 ديال الأعمدة. أرجع معكم إن شاء الله نبدأ الجزء الثانية، بقاو معايا.